بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع إسلامنا أن يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار، آمين 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 يا رب العالمين. إخوة الإيمان، لا زال الكلام موصولا بالموضوع الذي بدأناه في الجمعة الماضية. لازلنا نضع أنفسنا أمام هذه المرايا لنجيب على سؤال مطروح ولا يزال يطرح نفسه: هل نحن معاشر المسلمين والمسلمات من المؤمنين حقا؟ مازال عاد سلسلة قاذيس نجاوب السؤال وانتا ما استيت نشنزي المؤمنين نغلا من تاسش ذي الإيمان نغوى ليس نتاسش ما الإيمان نغ ذي النشان الإيماني قاعد هكوا نغ ذغنبو بنتسين فتواحا من زغن نجاوب السؤال وانتا. الآية التي بدأنا في الحديث عنها منذ 3 أو 4 جمعة هي قوله عز وجل في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. قرب عز وجل قذين يجند المؤمنين ستير إني ذي الصفة ستير نسيوخ الصفة الأولى إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، نسيوخ الصفة الثانية وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا أي تصديقا بالله وبنبيه وخشية. للجمعة النعد بدأنا في الكلام عن الصفة الثالثة ألا وهي قوله عز وجل: وعلى ربهم يتوكلون. بدأنا في الحديث عن التوكل، واليوم إن شاء الله تعالى تكملة لما بدأته في الجمعة الماضية سيكون الموضوع جزءا ثانيا عن التوكل. لماذا أيها الأحبة في الله؟ لنزيد المسألة فهما، ونزيدها توضيحا، ونزيدها تعميقا، ولتصل إلى أذهاننا بصورة واضحة لا غبار ولا غموض عليها. لأن قضية التوكل أيها الأحبة في الله قضية إيمانية عقدية محضة. قد يزل المسلم في عقيدته ويكبو كبوة قد لا يعود منها بسبب قضية التوكل على الله عز وجل. القضية وتشريخ صداب بيتشرين تيبت يمكن ذي سيادة في الإنسان في خلل لغسير خلل ذي العقيدة ما رويس كذا بريد تبريدا التوكل على الله. رأينا في الجمعة الماضية حقيقة التوكل، نبدغ ربعاتنا الكلام كلام السلف الصالح، ورأينا حقيقته وأهميته. الإمام أحمد النشل: التوكل عمل قلبي، إذا لا علاقة له بالجوارح. وغصب العلاقة لك ديرس لك يفسنك وانزانك إذن ولا ديش نحجز الجوارح، وإنما عمل قلبي، وهو أن توجه هذا القلب لله جل وعلا، وأن تضع هذا القلب كما قال أحد الأئمة الأعلام من السلف الصالح وهو سهل بن عبد الله التستري رحمه الله ورضي عنه، قال: التوكل هو انطراح القلب بين يدي الله جل وعلا كانطراح الميت بين يدي مغسله.
كلام عجيب بليغ له من الحلاوة بمكان. التوكل هو انطراح القلب بين يدي الله جل وعلا كانطراح الميت بين يدي مغسله. سبحان الله، تعبير بليغ. توكل هو يرن شذير جايف السن سيدار بير، أما شنو ما مشيتيري ونيمو جايف السن ونيت السريد. بالله عليكم أسألكم سؤالا وأجيب في أنفسكم، ونيمو هذا الميت هل له من حول أو قوة بين يدي مغسله؟ ونيمو أبي اعترض عذخ ونيت السريد. هذا سين اللسي هذا يترت مارت وهو ذي السريد شخم سيموان، هذا سيني كي يقولون يا، هذا سيني كيثين وذيك تكثير، وهذا سيني حور خفيف جاي مقرب يمو. لا، وإنما الميت ميت، والنيت السريد نيت كيس مين يخص أثي قربيف وسأثي قرب زرمض أثي استعدام ورمز أو اسمه سيكثين سيكثين نيت كيس مين يخص. إذن فعليك يا عبد الله، يا مسلم، يا عاقل، يا موحد، أن يكون قلبك بين يدي الله عز وجل كهذا الميت بين يدي مغسله، أن ترضى أي بأي وجهة وجهك الله إياها. من يمشي قرب ربي عز وجل مش ذنيا أمشي أن ديغي إخلاصي ذا ربي دون انت، من ديغي ذا ربي دون انت، لا اعتراض ولا تدهور ولا تقهقر، وإلا فيكون توكلا مغشوشا. أيها الأحبة في الله، لأزيد هذا أو لأزيد هذه المرآة نصاعة وبياضا، أزيد إن شاء الله تعالى في توضيح قضية التوكل على الله، لأن الأمة اليوم أصبحت تؤمن بالماديات والمحسوسات أكثر مما تؤمن بالآيات البينات. يمسر من نهار وإلى الله المشتكى، انذور انت من بالماديات، واحد زائد واحد تساوي اثنين، اكتازي من انتمن باللقي النتسي ذا ربي ينت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نهار يمذن غين النبي صلى الله عليه وسلم مريوض يوم يزيد المكلان غدقوامان صغد ستندات، فإن في إحدى جناحي هداء وفي الأخرى دواء، إن شرهادة المحر مذيري شوالكيك سير عقر، وكأن عقله قد يستوعب جميع ما سيفعله الله في هذا الكون، وقد يستوعب جميع هذا الكون. والعقل أيها الأحبة في الله، عقلنا قاصر محدود لا يدرك جميع المفاهيم ولا يدرك جميع أفعال الله عز وجل في هذا الكون. وإلا بالله عليكم إن تيمذا شكسر عقرنش أنه ثمسي نغربحة يجي سيدار بيس انتي إصغارك يجي موسى عليه السلام حبل نجاة وقد كان. لذلك أيها الأحبة في الله، قد يتوكل المسلم على الله حق توكله في مجموعة من مناحي الحياة. الإنسان قد يتوكل، أعود إن شاء الله تعالى إلى قضية الذباب لأكمل الكلام. نمذا غينا النبي صلى الله عليه وسلم قيزي جموفان سديس ديس ديس دوا إنش در موحر نمذ كان الخبراء إنش نعم إفان ذي جدوا قد يكون سببا في شفاء 10 أشخاص إنش لا إله إلا تزرد من إجسي ذربيا إمان إذا نغتغم إذا نخينا النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها الأحبة في الله، نحن نسلم معشر المسلمين، نسلم للنقل أكثر مما نسلم للعقل. النقل ما هو منقول إلينا من على النبي صلى الله عليه وسلم مرورا بالصحابة إلى التابعين إلى العلماء الربانيين المحققين من هذه الأمة، نسلم به. أما المسائل العقلية هيك يوخص كسر عقرنش، يوخص صدمر عقرنش، العقر ويخدم للدين إلا ممشي خسرار بان في السخن. أيها الأحبة في الله، بشذا نتظهر قضية التوكل ستيرت نغم أن يمسر من أبي تشرخ سيدار بذي مجموعة مسري. نعم، توكل حقيقي، قد يتوكل على الله عز وجل في عباداته، قد يتوكل على الله عز وجل في مجموعة من عاداته، قد يتوكل المسلم على الله حق توكله في زواجه، يروح يخضب وذستك التبصيدار بين نشواتك التبصيدار بصفي ذنين. نعم، توكل على الله. ولكن هناك قضية مهمة هنا يقع الخلل عند المسلمين في هذه القضية، يقع عندهم الخلل في التوكل على الله عز وجل. من تعنى؟ ألا وهي قضية الرزق. قضية الرزق
انسان هذه الشخص اذا في مجموعه مسرعين تضيع القضيه ان الرزق تبدا يوقع الخلل تبدا تتذبذب عقيدته ميمة لان قضيه الرزق قضيه ماديه ها يدور الانسان نهارا يقرا شحال ما عندك شحال ما تسوى ياك اللي ما عنده الفلوس كلام منسوس هذا كلام خاطئ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمر عليه الشهر والشهران من تت أمنتيني هل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الشكل لا إذن كلام باطل يغني بطلانه عن إبطاله وفساده عن إفساده قضية الرزق أيها الأحبة في الله عند المسلمين فيها خلل كبير وسأوضح الأمر إن شاء الله تعالى أيها الأحبة في الله إذا نظرنا في هذه الأمواج البشرية التي تدب فوق الأرض والتي تتحرك تحركا سريعا أو بطيئا لكسب الرزق فإننا نجدها قد غرقت في مجموعة من المظاهر التي تنافي تماما التوكل على الله عز وجل من زغن سن الله يمسر منها واتشرين واتشرين بخصي دار بيتشرين تيذ يا رزق خزات ذيشن المظاهر شاعت وذاعت وانتشرت انتشار النار في الهشيم بين من؟ بين الأمة التي أمرها ربها ونبيها بالتوكل على الله عز وجل لم يسلم من هذه المظاهر إلا من رحم ربك حتى حق فينا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي في صحيح الجامع حيث يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كل الناس يغدو وهذا شطر من الحديث كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها النبي صلى الله عليه وسلم إنش مرة تفغى الصبح مرة تنكغى ثمانية الصبح مرة تخدم مرة تحزد خارزق مرة تحزد خنعاشين مرة تحزد كل شيء يخرج مع الصبح ولكن كل الناس يغدو فبائع نفسه كل الناس يبيع كلنا ملي كنخرجوا من ديورنا راه كنبيعوا ريوسنا ولكن هناك من يبيع نفسه لله وهناك من يبيع نفسه للشيطان والنفس والهوى فمعتقها او موبقها وهنا يظهر التوكل فالذي يبيع نفسه لله فقد توكل على الله جل وعلا والذي يبيع نفسه للشيطان وللنفس وللهوى فانه قد باع نفسه لهذه التي يعبدها من دون الله جل وعلا وبالتالي يكون قد أوبق نفسه في شرور وآثام أقف أيها الأحبة في الله عند بعض مظاهر عدم التوكل على الله جل وعلا أذ بد غشنت مسرين دي الخطبة يا ثنيتا أذ خزام في مسرين ما قينت غانغ ملا أما موجودين نغلا ما غاسنت شنت دوام وغاسنت شنعم أذ نخزار نهارا مجموعة من المظاهر خمريس غير خزاد مصر من جيت امو هذا سوى نيتا عما سديري تشرخ سيدا ربي ونيتا عما سديري يوكر سيدا ربي ونيتا عما سديري يارضا سمين داسي سيدا ربي اولى هذه المظاهر من تعنى يا شباب اخاطب الشباب تبدغ الشباب الغير المتزوج انت الحمد لله يوض سن الزواج ولكن خميدة صغفين يا عبد الله يا شاب من مواث مريشة ما منعك أن تتزوج مريس الحزيك هذا شيء عاد ويشتي بشع عاد ويشتي بشع وهذه من تعنى من يعنى وورا إذا ورد جنر فوطة نمسح غاس الفشل عاد ويشتي بشع نعم ويشتي بشع ولكن من شقت ما ويشتي بشي قرش شقت شرخ سيدة ربي انها غيشتب قد يسيق سيدة ربي ثبريت منس ولكن هذا كلام باطل لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا كما ذكرت لكم في الجمعة الماضية لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله فما هو حق التوكل؟ هو الأخذ بالأسباب مع صدق الاعتماد على الله عاد ويشتي بشي ولكن يا شاب من يجي الأخذ بالأسباب؟ ويشتي بشواه عاد ودي وذمها إذا سكتب سيدار بواه ولكن هل أخذت بالأسباب تجيت شان السبب تكاد تزود تياوذ شان فرانك أثن تكلفذ وزوثايد هل أخذت بالأسباب هل بحثت هل أعددت برنامجا
توجلت تنكلت نهزيت راح تسد. نعم الانسان ان كان يتحرك وازدوار بشا نعم على الوشتيب، ولكن هذا ثم ريس تحزيك. اما اغلبية المسلمين من الشباب وثاني توجب التزوات، وانما نذكر بعضنا بعضا نسفاقت شوية يوية اغلبية الشباب يكسور الشباب ذا قادس من ترجد وهم ريشد يقارش من زيا من زيا قنش من دينو يالله تقيد دي غانش من زي قنش يالله كفح ذي خفينو نغبنا ذم يالله تكفح ذي كوزينة. يا أخي أين توكلك على الله؟ أين قول الله عز وجل في حياتكم يا شباب؟ وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. تحذر سيدار بمن غيقا. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء. وغاكشا البوبري غاك 100,000 ذي مندوها 150,000 ذروس ويتيوضشا إن يكونوا فقراء ويتعجزشا وتغيم شغف موه لا تتواكل إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه رغبهم الله في التزويج يعني في للشباب وأمر به الأحرار والعبيد زيد ووعدهم عليه الغنى. سيدار بمريب شنغر عهد ويتكمير بحوة ورنس وما نصدق من الله يقيل حاشا. وانتقل سيدار بم أغلبية ننهار حالنا هكذا يقول وخم قاسير سنغواه انتقل سيدار بم ولكن خم غذف انتقعك سمنقى سيد الله وانتق شدي سيدار بم. نسأل الله عز وجل أن يعافينا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه إن أطيع الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى. اكثر رين سيدار بذي القضية يندمرش قاسي دار بوعدك اني وذا ونديو اتشرخ سيدار بستيذ اتشرخ سيدار بي ويتكبور حساب واحد زائد واحد يساوي اثنين من هذا نبدأك تازير حساب وانتحرك صوري في غزة. لماذا؟ يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه التمسوا الغنى في النكاح. ولكن يا شباب أخاطبكم بمفاهيمكم المادية الدنيوية. أنسوا شوية بمفاهيم مادية. ياش انت منس الماديات سل محسوسات. نعم يقارشوا الدم ومثقارشك يغنيهم الله من فضله. ماشي قا يغنيهم الله من فضله ما قلنا خدم توغاري 100,000 ليك 500,000 ما مش ذا استقي. هذا تفكير محدود قاصر. يا أخي ألا تؤمن أن لكل عبد رزقه؟ أنت من زي سنغلد أنت من على أن كل جن خلقت سيدار بإلا يترحق دار رزق نسكنها. نعم هذه لا يجادل فيها مسلم موحد. مرة إذا قرص أرزق النسي توضيش تكونها كل جن الزين. يا أخي هذه الفتاة ثاني تتحن جاتها خميت تيري غبا بس ما تيري توضيتي دار رزق نص دينين غلا. نعم توضيتي دار رزق نص دينين إنها تتغذ كتشك تمغط ترق واحد تتغيك غهدة أرزقني نسميت غيمة دين غبا بس نغي ظفارت ماني مثلو يتبعها أينما حلت وارتحلت. إذن رزقها اتغى غبا بس يصد غاكش كذين ربما قد لا يحس به بعضنا علمه من علم وجهله من جهل. يمكن وازيس نتحسي مشيكا التسن يوذن بالله عليك يا شاب إذن القبر جرب إني مرشن إذن القبر غاه مرشن توالك السيد ماندا يمكن واخذ التوض سيمانا يمكن واخذ التوض زين شها إذ كمه مرشن يتوض خص شهايك مر يمكن هذا شي زيت زيت شي حاجة. أليس هذا من الغنى الذي وعدنا الله به؟ إذن توالك كمر شهاس وماوز نهار الحمد لله ماندا تسك وضع شهايك مر واني توجبوا ذا الغنى وجي واش يجيبو سي دار بيت حلاش دغيا قرينش واش يجيبو سي دار بيت كمال سوماواس واش يجيبو سي دار بمار ترغيش تاساج. نعم هذا من الغنى الذي وعدنا الله به ووعدنا به النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول لنا كما في سنن الترمذي والنسائي وابن ماجه ومسند الامام احمد بسند صحيح من حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا شباب شرت خصيدار بسحسي النبي صلى الله عليه وسلم من يقال ثلاثه حق على الله عونه. ثلاثه سيدار بوخزدي وجبواله يستوجب دقيق في النص ثلاثه ينكلو سينيوذا اثني عاون ربي من عنده جل في علاه. من عنانين يا سيدي يا رسول الله
أم الزوانسن؟ إنش الناكح يريد العفاف. الناكح يريد العفاف. والنيخسن هذي يمرش باش يعف نفسه. باش هو يخزاغ المحرمات. باش هو يترح غزينا. باش هو يتغيم ذي يعني الزنقة. الناكح يريد العفاف. والمكاتب يريد الأداء. والغازي في سبيل الله. أيها الأحبة في الله. هذا أول مظهر من مظاهر عدم التوكل على الله عز وجل. غاتب ذاتين إذا قويت يود شويت قديشة. واتشر شخصي دار بستير. وإنما الإنسان مريد شر شخصي دار بستير. السن اللي يرزق نادي سديد. أيطعم الله. الله الكفار. ويتخلى عنك وأنت الموحد. لا إله إلا الله. إذن هذه يجب أن تكون عقيدة راسخة في قلوبنا وأذهاننا. ثاني المظاهر من مظاهر عدم التوكل على الله جل وعلا. إجنا المظهر إجنا الكارثة إجنا المصيبة. غار انتشر ذي كمسر من سلف النرخ بني صهيون. سلف النرخ اليهود أحفاد القردة والخنازير. أرمث الناد فنشين بمثقفين وغير المثقفين. ناد في ثنت بعيثن. من يعني تغسي ورخس. ذي خطبة إن تنصر الله ينصركم. وتعرضنا في خطبة مستقلة إلى مخططات اليهود ومؤامراتهم. من هذه المخططات ما يسمونه بتحديد النسل لأجل تنظيم الأسرة. شحال الشباب يمتشن نهار؟ شحال يمرشن؟ شكذا السورة خي حنجان تذشين الشفاء؟ الجن اثنين الله يجعل البركة. لا إله إلا الله. ما غويذي إنه نتكلم. ما تشك مضرب فيه. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ربي عز وجل يتحكى من دي الأرحام. خميذي إني غيرين إني يسلان سيدار. هذه فكرة خاطئة تنم عن عدم التوكل على الله عز وجل. ما يميع يقرش فيا حنجات حنجات. أولا يتكشر تخصيدار بحنجات حنجات شفاء. وهذا لا يجوز في ديننا. واثنين ديني ربعه قارش من مذي واربي ذوني انت ولكن اثنين الله يجعل باركة. ما يمي يا عبد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنش تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. قد وذ المقصد الكبير تكثير سواد المسلمين من الزواج. ما يميهم تشر يا عبد الله. قال المقصد الأول والأخير أن الثاني مسرمن. باش الزين غيفتخذ النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. تينش الله شفي اثنين. ما يمي يا عبد الله. إنش باش اسم قد تغريث غورين سن دوار روضن سن سيان سن. إيوا سيدي قد توريد من ضع لقد الحال. نشفايا نجي اثنين وها باش يتفلز يسن كل فوق. أهن كون أغلق. لا. واحد تشغل من دان دي الزنق. لا إله إلا الله. ما غمين الجين تعاون من دان دي الزنق. ما قلة التربية. نغ قلة نغ توكل على الله عز وجل. إنسان ما رأيت شخص إذا ربي من دان تعاون دي الزنق حاجة. وإنما من الدية عن تعاون من دان دي الزنق رقهوي نين كانت عمارة ثومتي. بنادم غيف زر زر خلنت هذي رح غرق هو. تعاون جين سنة هني يفتسن وني تعرض سرح تعاون نص. من أين سيأخذون الصلاح؟ بنادم غيس عفن رقما غلي سمح لي تعاون نص. أسرح تعاون نص. بنادم غيذي عن رمس روح تعاون نص. ذي البغايا ذي الزنا ذي الفساد ذي الفسق ذي الفجور أسرح تعاون نص. يا أخي يا أبكن قدوة يصلح الله لك ذريتك مع قليل من الدعاء مع عبادة الله عز وجل الحق يصلح الله عز وجل لك ذريتك. أيها الأحبة في الله إين ذو شيء قانش في اثنين باش نقدر باش زيتنك الله نتسارغ مليح أهنسشغ مليح أهنسون مليح أمعين العشرة من هنا ميقرين نسن ينظر الآية غواني وعروة من قاسي ربي ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياه ويرزق من شين ما تصدر مرة تصدر بيرزقنا قزيدا نتسارزق الناس مرة نشين يرزقا يوقع رزق يني غاكي ثدى. في آية أخرى يقول الله عز وجل ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ومقا الإملاق وهو الفقر يخشى أن يأكل معه ولده يقارش الله ثنين شفاه ما يميع يقول مريج دابعا هذه ذور البوبريا وغشاء. وهذا هو وعد إبليس لهذه الأمة يعدهم الفقر وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. نحن نرزقكم وإياهم في آية أخرى نحن نرزقهم وإياكم ربي يرزقنا. توكل على الله وأكثر سواد الأمة ومقن تحديد النسل وشرفا عقل لأني تصمي وذني توقع عسن الغلط
بين تحديد النسل وتنظيم الأسرة. وسقابون هو ما يخصيكو العام الطاوة استورخ تحديد النسل ومقان تحديد النسل أن الإنسان دينا تسنت مغارين طاح تستأصل الرحم ما يموتر شاع التسنية يزن قرسي مغارة قمر الجيد شاق مجغم. وهذا خلل، هذا اسمه تحديد النسل سبدا. أما تنظيم الأسرة، إنسان ينظم الأسرة النسل، فما على وجه الأرض تنظيم أحكم ولا أبلغ من تنظيم الله جل وعلا لأسرة المسلمين. ألم يقل الله جل وعلا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة؟ إلى غير نسيذار في مغارنة السط تسنك عن طاوان سنت عامين، هذا هو الواجب. والوالدات يرضعن أولادهن نهار يذور ببيرون يتقخل مثل تمغار. لذلك يتربى أبناؤنا بقسوة في قلوبهم على آبائهم، مما لأن الأمة مع ذلك الحليب الذي ترضعه لابنها أو لابنتها ترضعه وترضعها على الحنان يمغاد زجزة سيماس زجزة سباباس تعزا خاس. أما يجني قاعد سكت حن هذا ونيت عما سريحي محباباس ديماس ربي عز وجل إن نغو الوالدة يرضعن أولادهن حولين كاملين. أنا يتخس 9 شهوان الحمل عامين وتسع شهوان على حرب 3 سنين وتجيبو ذواني تومي قام تنظيم الأسرة. لا إله إلا الله. ما يمدان غن والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لأن المرأة إذا حملت توقف الحليب في ثدييها ولا ترضع أولادها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو الله عز وجل استغفر الله مدان غقة الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين يعني أتسط ذمس وغستري بودس لنا الدس نس نقضع غنى. اسأل الله عز وجل أن يبصرنا بعيوبنا اللهم آمين. من هذه المظاهر أيها الأحبة في الله خمر الخزادة ومتي نغتحونا إذر سواق خصوصا دي الجمعة نغذي رمضان وشنة في كل شيء عظم. بالله عليكم ونتغي عظم انتحان تنهان الجمعة نغذي وقت الصلاة نغذي رمضان دير وقتنا الدرس بالتراويح وانت متوكل على الله عماس. هذا توكل فاسد. لو علم او لو كان متوكلا على الله عز وجل لعلم ان ما قسم الله له من الرزق سيأتيه يمرة غيب الله عن هيك وشي رزقني ما ديسة 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 كتب سيدار بلع كانت شن هاي تقرزت بلع تقرزت عذر من الاعذار يبلع كانت يقمس الجوع عمس ما قسمه الله له أديو. ولكن يضيع الصلاة يضيع الدين النس يسعف التجارة ونت غير متوكل على الله بالمرة ما يمق لأن مرغس يجن الذرن التوكل هذه السن باللي من سقسم ربي أديوض أديوض سواء يبلع زيش نغي عطار. أسأل الله عز وجل أن يلهمنا مراشد أمورنا. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي العهد والوفى وبعد. أيها الأحبة في الله يا إخوة الإيمان أتابعوا الكلام عن مظاهر عدم التوكل على الله عز وجل وأقف على طامة وكارثة عظمى. مين تعنى؟ والله الذي لا إله غيره إن العقل ليحار خمغذة في ذبنادم يعزم المحل التجارة 60-70 مليون وراس مار يمين زيت غي كمر هذي راح غوك الزنة داز ديك هذي رش غطوات نتحانت ما يميع إنش بشدي يويع يمشتارين لجلب الزبائن. هذا الذي يقصد السحرة والمشعوذين لجلب الزبائن هاي إنش قيطس قوس عن قوس عن تليبوتي كثا قوس عن تحونا قد راح غذق شوين السبب هذي روش نغفي على اللقان قبار ثوة ما يمي بشد يوين مشترين. هل هذا ونيت غير حن ذم الزوار يكفر ويخرج من دينه ما يمي لأن من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد وهذا من نواقض لا إله إلا الله. ثم وستنين خلل في التوكل وفي العقيدة لأنهم ريتش رخصي ذا ربي يكسب بيازم هذه قبر حنت النسب الرزق بيد الله عز وجل هو الرزق والرزاق ويتحبو غيك الزن ويتحبو غيك سحان هذه السحار يزيد غيوي المشترين. ثم أيها الأحبة في الله هذا الذي يتاجر في المحرمات
ونتا يروحن يخدم ذي الشراب نغذير حشيش نغ والمحرمات كنو السنم كتاز زي من يجي ونتا يتشرخ سيدا ربي الله ويتشرخ سيدا ربي مريد تشرخ سيدا ربي ريكتفع سيجن تجارة من الحلال أغاسي قيمتي قبر أمين سيكتب ربي ذو ننت ولكن لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقام جهنم والعياذ بالله ربدها من مزيد أرى من يوض وانت شيرخ سيدا ربي ذرة إجن الذرة وهلا في التوكل على الله عز وجل. أما قضية الإنسان شحينو ذا نغاس حانت المواد الغذائية ورذي قد دخان إزنو زد دخان مين يا عبد الله قد دخان حرام مين إزنو زد دخان كتاف استحان إنش مرة واكي دخان واتقغبو التجارة وإن غير اعتقدن على أن جارو ونسيك التجارة سديوي مشترين هل هذا متوكل على الله؟ بالله عليكم هل هؤلاء أمة التوكل؟ ما غدا ذبنا المقارش ما روزز دخان تجارة موت يا أخي يا عبد الله أين ثقتك في الله؟ الرزاق والرازق هو الله جل وعلا ولله در ابنة حاتم الأصم رحمه الله رحمة واسعة ورضي عنه جمع أولاده وزوجته وقال لهم إني قاصد للحج هذا العام. حاتم الأصم يجنز السلف الصالح من العلماء الزهاد الربانيين يصدي حج يجمع تمغار السابعة الطاوان السابعة الناس قد صفح الحج كانت تمغار إن أنت تريد الحج فإلى من تكلنا وميدان غزجت صحة حج فتكلمت ابنة له قد رزقها الله عز وجل نعمة التوكل على الله فقالت له اذهب يا أبتي فإنك لست برازق الله الناس روح واجبوش كي أرزق شك السبب وحتى ويتارزق مرات روح شك يديس حتى نظني اذهب يا أبتي فإنك لست برازق فذهب الجسن من غش شي حاجة يروح وما هي إلا أيام حتى قضت أو انقضت نفقاتهم يكمر من إقضاي من أسن يجا روح أنت مغاري نغض حنجهنية يوبخنها ويلومنها مرة الشم شمسينا نروح مشينتو غنعرس يوم من غير الشرخو من يستنغ غيكويا فرفعت المؤمنة المتوكلة على الله يديها إلى الله جل وعلا فقالت اللهم لا تخجلني بينهم يا رب وليس حشم أكيسن فشاء ربك جل في علاه أن يخرج حاكم البلدة ليتفقد الرعية يفقد الحاكم تندين تني غادي يفقد الرعية أوشاء ربك جل في علاه أن يصاب بالعطش يفوت فقال لوزيره ائتني بماء روح زروي يد من غسوق أو يد سغمن وشاء الله جل وعلا من فوق سبع سماوات ألا تتحرك قدمي الوزير إلا صوب باب بيت حاتم الأصم من غيحني روح غسدهن حاتم الأصم يسقاقب ننس من تخسر الناس الأمير يخسدي سوق وموفين الأمير يخسدي سوق يوين در كسل مزدك شوية ومن دي سمضن من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الناس منازلهم نمي سوى أمن ربي جل في علاه ألقى في ذلك الماء حلاوة شعر بها الأمير فقال ما أحلى هذا الماء يا خان ومش حد مزيغن من يستنتيوين قال من باب حاتم الأصم قال له الإمام العابد الزاهد قال نعم قال الحمد لله الذي سقانا من بيوت الصالحين أين هو لنكافئه من يجع هذا سنك شجن جائزة كف أثناء الخامس الناس قد قصد الحج هذا العام قيحج سكوسا إنس كان علينا أن نكرم أهله في غيابه إذا مدام وذي جخسن غنته إلا ذقوي جنس مدام وذي جشا يكتغ الجب يكزيجن تشيات عمست من يهندب فرماها في صحن الدار وقال للحرس والخدم والحشم والوزراء إنك استغمر من أحبني فليصنع صنيعي إنس ونح عز غدك ما مشقير وإذا مرة ذي قمر ذي الجنوات قمني لأنه ذا سينا وخافت عز الشاع وكتين مرة جبذنتي الشيار اندهب اندان دير مراح انتدهن حاتم الأصم فامتلأ صحن الدار ذهبا فأخذت البنت تبكي تبكي وتبكي وجاءت إليها النسوة فقلنا له ما يبكيك وقد صرنا من أغنياء البلدة نهار اشترود شمين بيهترود قال ذي ورد التواجع ذي ورد الريكود من سنتنا الحنجان قالت يا أماه نظر إلينا مخلوق فاغتنينا فكيف إذا نظر الخالق إلينا
الله يخزاد غانغي جند المخلوق وها فمي ذا قندور التواجع. فما بالك بنظر الله جل وعلا. توكل على الله يا موظف يوني خزان غرجبو من نوذان يوني تراجن الرشاوير يوني تستغل الضعف في نوذان اتمارتي للشهادة صاحبة باش انا ازديوك السنية. توكل على الله شرخصي ربي ما ندنو الله وما تقديش ولكن اياك والحرام اياك والارتشاع اياك وسرقة اموال الناس. اسمع الى حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم اسمع اليه وهو يقول كما في السلسلة الصحيحة انه ليس شيء يقربكم الى الجنة الا قد امرتكم به وليس شيء يقربكم الى النار الا قد نهيتكم عنه. النبي صلى الله عليه وسلم ان شو ذي بوبري ذي توغى الجنة الا السنغون وذي بوشن حش توغى جهنم الا النغم بعد الزيز. ان روح القدس نفث في روعي ان نفسا لا تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب. قويت متير ذي الجن غامي كمرا رزق نس مرة غامي الشا من نسي كتب ربي مغرم مرة غامي سوى من نسي كتب ومن مرة غامي كخسر خاذ سي كتب سيدار ربي مرة. إن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله. غاك مريع طاحة كارزق شوية تحدث كذا بريدنا المعصية غاك تحدث كذا بريدنا الحرام يمكن أرزق ذي عطا شوية. لا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله فإن الله لا يدرك ما عنده إلا بطاعته. سيضرب بسطاع النص إذا اشتغيكش من غاس أما بالمعصية فلا التسليم سرمني توقع عسن الغلط ربي عز وجل تريك تبس شنا رزق ولكن ويس باشا يمكن ذي عطا انت تغيك تبس تضرب بالحرار يتراح يسوى الزرغ الحرام يتويث إذا نحرم عنه تغيك قاد الحرار أبعين دوروني نغمية دوروني الرشوة نغيوشا ونزيكا خوني غاي خدم نغنشن حاجة النغنية توغيك تبت سيدار بين التالف ولكن قد قراس نتفيتي تزقبري من الحرام. اسمع إلى علي بن أبي طالب وبها أختم إن شاء الله تعالى وأعتذر على الإطالة. علي بن أبي طالب دخل إلى مسجد الكوفة ليصلي صلاة الضحى يذفغ مسجد الكوفة للعراق أذي زد صلاة الضحى يفذني جحن جاغه الله إنس يحبس ناقتي حتى أصلي من عي ثرغنت أردسر ومن عي الدبي أردسر. فخرج علي بن أبي طالب من يوفن يمدي فغيك مرسل يفغ يفيح نجاني أمي الجثر غنتني نغدبني إكسى ساريم نس يشار ساريم يعور الزيز. أخذ الخطام وهرب فقال لرجل كان معه اتبعه أو الحقه إلى السوق فلربما تجده يبيعه هناك إن سرحة تلقين في قجن زادي السوق. فذهب الرجل فوجد الغلام يحرج على الخطام تراغا وغيس غناري ما وغيس غناري ما. فذهب إليه الرجل ولا سيني والو وفي زوا ولا سيكشي مضر غير شر وإنما الناس بكم تبيع هذا الخطام حزي الغز زنزد الناس بدرهم يكشس درهم مني يوياس داري يمي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فحكى له القصة الناس قوا في غزن وزاد قصغي خفيف خص درهم الناس علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه والله إني كنت قد نويت أن أعطيه درهما فأبى إلا درهما حلالا فأبى إلا أن يكون حراما. إن خزاق الله لا تغن وغدا سبشغ درهم مني يري الشيث ذر حرار ولكن يخسن التع يويت يتزكبر ذن الحرام. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بعيوبنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم يا رب ارضى عن الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجلي سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقي الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم احشرنا في زمرتهم ولا تخالف بنا عن نهجهم وطريقتهم يا أكرم المسؤول ويا خير مأمول. أمير المؤمنين ملك محمد السادس اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه واجعله اللهم من الراشدين. اللهم اجعله في خير البلاد والعباد واجعله عونا على الحق وردا على الفساد. اللهم اجعله رحمة على المؤمنين وبالا وسخطا على الفاسقين الفاجرين. اللهم اجعله بردا وسلاما على المؤمنين المتقين واجعله نارا تلظى على الطغاة والجبابرة أجمعين. اللهم من ولي أمرا في هذه البلاد اللهم سدد رب اللهم سدد رأيه اللهم ألهم مراشد أمورهم اللهم استعملنا وإياهم في طاعتك اللهم اجعلهم في خير البلاد والعباد
واجعلهم عونا على الحق وردا على الفساد. اللهم ولي أمورنا خيارنا، وانزح اللهم من شرارنا، اللهم أصلح علماءنا وولاة أمورنا، وأصلح زواجاتنا، وأصلح أولادنا وإخواننا، وأصلح جميع المسلمين يا رب العالمين، واحد العصاة منهم إلى الحق والكتاب المبين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. مرنا غد شميج نوايد زيج، نسأل الله عز وجل أن يوفقه للصلاة. اللهم يا رب غد شميج نوايد زيج يوفقه لإقامة الصلاة. اللهم لا تقبله إليك إلا وهو مقيم للصلاة. اللهم يا رب اجعله من عمار المساجد. اللهم يا رب اجعل أخ من 60 سنوات زيج، نسأل الله عز وجل أن يهديه إلى الصلاة. اللهم اهده إليك هداية لا يضل بعدها أبدا. اللهم اهده إليك هداية لا يضل بعدها أبدا. اللهم يا رب اجعله من عمار المساجد. اللهم اجعله من مقيم الصلاة. اللهم لا تقبله إليك إلا وهو مقيم للصلاة. اللهم أقر أعين أولاده وزوجته بإقامته للصلاة يا ذا الجلال والإكرام. واهد جميع عصاة المسلمين من الصغار والكبار والإناث والذكور يا ذا الجلال والإكرام. اجعل الأخ يسألكم الشفاء لابنته، أجرت عملية جراح، اللهم اشفها وعافها، اللهم اشفها وعافها، اللهم اشفها وعافها. اللهم يا رب اجعل ما أصابها طهورا في سبيلك. اللهم يا رب ضاعف لها بها الحسنات، واغفر لها بها السيئات يا رب، وارفعها بها درجات يا ذا الجلال والإكرام، واشف جميع مرضى المسلمين. آمين آمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل اللهم الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم كن مع إخواننا في فلسطين وفي غزة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظهم حفاة تحملهم، عراة فكسهم، جياعا فأطعمهم، لا ناصر لهم إلا أن تنصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. هذا أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلته ذخرا لوالدي، وأن يثقل به ميزان حسنات والدتي، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي محمد وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استوى اعتدل وتراص وثابكم الله، استقيموا أثابكم الله. سمرقة ذانا يا غوية، قرب ذانا يا غوية، لا تتركوا الفرج للشيطان. إخوان دينا قبل ثوهد دور شوي غذفة، جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم، بارك بارك، جزاكم الله خيرا. ونتوانا شان فرجة إخواتي عما إن شاء الله تعالى. استحضروا عظمة الله في قلوبكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد